ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين، يمكن عشان نتكلم معاكم عن حاجه مهمه جدا ومحصول مهم جدا، محصول الموالح اللي بيعد الاول في عالم التصدير ومصدر للعمله الصعبه. ويمكن اتكلمنا معاكم قبل كده وقلنا ان الزراعه هي الحاجه الوحيده اللي احنا نقدر ننافس بيها العالم النهارده من غير ما نجهز نفسنا. احنا فعلا جاهزين، عندنا التربه وعندنا الجو وعندنا مصادر الميه اللي لو رشدناها او استخدمناها بشكل افضل نقدر ننافس العالم كله في منتجاتنا الزراعيه. كلامنا النهارده تحديدا عن موضوع الموالح، وهنتكلم عن موضوع الفاقد فيما بعد عملية الحصاد اللي يمكن بيصل، ويمكن تستغربوا معايا الرقم ده، ل40%. يعني احيانا احنا بعد ما بنزرع وبنتعب وبنكلف بنفقد 40% من انتاجنا بسبب مجموعة من الاخطاء. يمكن بتبتدي يعني في منها خطوات او اخطاء بنرتكبها اوقات الزراعه لحد ما المنتج بيوصل للمستهلك او لحد ما المنتج بيوصل للمستورد في الدول الاجنبيه. ايه مجموعه الاخطاء دي؟ ازاي نتلافاها؟ ازاي نقلل الفاقد؟ لان طبعا زي ما احنا عارفين اول طريق المكسب ان احنا نسد ثقوب الخساره. هيكون معنا تعليقا على هذه الفقره الدكتور محمود علي احمد، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. يعني حضرتك النهارده لما بنتكلم عن فاقد بيصل ل 40%، فاحنا بنتكلم عن رقم ضخم جدا جدا جدا، ويمكن محتاجين نغير ثقافتنا شويه عشان نقلل هذا الفاقد ونحقق يعني نوع من انواع الاكتفاء، وكمان يبقى عندنا في فائض للتصدير، وخصوصا ان احنا ما عندناش رفاهيه النهارده ان احنا يكون عندنا اي نوع من انواع الفاقد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا حضرتك بالنسبه للموالح عندنا يعني هي من المحاصيل الهامة تصديريا ومن المحاصيل الاستراتيجية، واللي نقدر نتكلم فيها نقول ان احنا بعض الاخطاء بعض المعاملات البسيطة اللي نحسن بيها من العملية التسويقية نقدر نتلافى جزء كبير من الفاقد. هو الفاقد زي ما حضرتك اشرت بيتنوع من محصول لاخر، وبيصل في بعض المحاصيل بالذات المحاصيل الحساسة وسريعة التلف الى ما يتجاوز ال 40% وال 50% في بعض الاحيان. وقد يكون معظم الاحيانا ان عمليه الخطا في تحديد مرحله القطف المناسبه لكل محصول وصنف هي اللي احيانا بتلعب دور كبير في زياده نسبه الفاقد. بالنسبه لي الموالح عموما احنا بنقسم محاصيل الفاكهه بالنسبه لنا في مصر بالنسبه لقدرتها على التغير بعد الحصاد الى مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الأولى بنقول ديت مجموعة المحاصيل اللي ما بتتحسنش بعد القطف، ومن هنا هذه المحاصيل لابد أن نراعي جيدا اختيار الموعد الأمثل لحصاد هذه الثمار، لأن الثمار دي دايما الجزء التخزيني بالنسبة لي هو جزء عصيري، وبالتالي ما عنديش رفاهيه ان بعد الحصاد هيتحسن الخواص بتاعت الثمار ويتحول في كربوهيدرات مثلا يتحول لسكر وعصائر. فبالتالي هذه المجموعه لابد ان اعي جيدا متى الموعد الامثل للحصاد. وهناك بعض النقاط الهامه بين مواصفات الثمار اللي بنتعرض ليها عشان نحدد الوقت الامثل لحصاد هذه الثمار. يعني احنا النهارده هنتكلم على مجموعتين، المجموعه المنتجه للسنين ده المجموعه الموالح المجموعه اللي بتتحسن بعد القطف او لا تتحسن. فالموالح من هذه المجموعه عاده ان انا بقطف مثلا في نسبه عصير معينه، بقطف في نسبه سكريات معينه، بقطف عند حموضه لازم تكون اقل من مستوى معين، اللون لازم يكون اكتمل التلوين، لان كلنا عارفين ان مثلا البرتقال لازم يكون نسبة اللون خد اللون الأورنج. فإذا لم تصل الثمار بتاعتي إلى هذه المرحلة يبقى إذا أنا عندي لو قطفتها هيبقى الإقبال عليها للاستهلاك هيبقى إقبال ضعيف. النقطة الثانية هناك بعد عملية الحصاد نفسها أنا إذا لم أحصد بسيستم معين بنظام معين وراعي فيه بعض النقاط البسيطة اللي تحد من قدرة الكائنات الممرضة اللي بتكون ملوثة للجو بتاعنا وموجودة على الثمرة اوريدي من انها تهاجم الثمرة بعد الحصاد، لان دي طبعا بيكون فيها جزء من هي مسبب اخر من مسببات الفساد. الفساد بيبقى مجموعتين، اما فساد فسيولوجي من الثمرة نفسها او فساد مرتبط بالكائنات الممرضة زي الفطريات، وده بيبقى نتيجة الفطر. فأنا بحاول كأن أنا أقطف الثمرة بتاعتي في وقت تتحمل العمليات الفسيولوجية اللي بتتم فيها، وببدأ بمعاملات حرارية معينة أقلل هذه المعاملات
او الاتجاه التاني ان معاملات كيميائيه او عضويه، ان انا اقلل الحمل الميكروبي اللي موجود على الثمار، وبالتالي اقلل او ارفع من قدرتها على مكافحه او مقاومه هذا الكائن الممرض. بالنسبه للمجموعه الثانيه هي معظمها او اغلبيتها محاصيل صيفيه زي التفاح، زي لكن الموجود منها حاليا في الشتاء بيبقى موجود معايا الموز، وكلنا بنشوف الموز بيتقطف في فتره اللون اخضر، ولكن برضه لازم يكون وصل الى مرحله معينه من النمو عشان ما يبقاش الجوده بتاعته ضعيفه عند الانضاج. وبعدين بدخله في عمليه انضاج معينه، بيطلع للموز اللي كان نشوي ولا يؤكل قبل الحصاد الى نسبه سكريات مقبوله ونسبه سكريات وطعم مقبول ولون اورنج اللي هو اللون المميز للصنف، الصباع بيبقى خد استدارة كامله، كل دي مواصفات جوده بترغب العميل او المستهلك في انه يشتري هذا يعني السمك. احنا خلينا نلخص اللي احنا قلناه كله ده، ان في نوعين مثلا من الفاكهه، في منها المنتج للاسرين والغير منتج للاسرين. لا احنا لسه دلوقتي ما دخلناش في انتاج احنا الاسرين. بنتكلم على الحاجات اللي هي بتستوي لوحدها زي المانجا، زي الموز، زي الحاجات دي لو تركناها، او يعني اللي هي ممكن يحصل لها عمليه انضاج مبكر او انضاج متاخر. هي تنتج اسيلين وتنضج بعد القطف، وتنضج بعد فتره. وفي حاجات ما ينفعش نقطفها غير لما تنضج، زي العنب، زي المشمش. العنب لا، العنب والموالح هم اشهر. والموالح طبعا في لا المشمش لا، المشمش بيقطف في مرحله معينه بنسميها احنا علميا اكتمال النمو، وممكن ينضج. لكن هو حضرتك تضطريني اشير الى نقطه احنا بنسميها من العلاقه بين حدوث حاجه اسمها قمه التنفس والوصول ودرجه اكتمال النمو نفسها. لو النبات وصل لاكتمال النمو قبل الـ ما يحصل البيك بتاع التنفس ده، القمه، احنا بنقدر نتحكم فيه وناخد منه عمر تسويق طويل زي الموز وزي التفاح وزي صحيح. لكن اذا البيك ده حصل قبل اكتمال النمو، والبيك ده مرتبط زي ما حضرتك قلت بانتاج الاسيلين، لما بيرتفع معدل التنفس بشكل مفاجئ كمان كميه الاسيلين المنتج بتزداد، فبالتالي بيبقى النبات بدا يبقى الثمره بدات تحصل فيها العمليات الفسيولوجيه اللي بتؤدي الى النضج قبل حتى ما انا بقول ان نموها اكتمل. ودي مثالها الواضح جدا المشمش، ولذلك احنا بنقول المشمش يعني من المحاصيل سريعه التلف بعد صحيح. الحصاد. صحيح. فلازم ابقى بي كيرفول او ابقى حريص جدا ان انا احدد الفتره اللي اقطف فيها، لكن لو انا سبته لما ينضج على الشجار على الاشجار بيبقى الثمار طريه جدا، الثمار نسبه قابليه ما تتحملش عمليات ما تتحملش تداول اكتر من 4 5 ايام بكتير، ولا يومين حتى لو انا سبتها تنضج على الشجره، لان هي الثمره بتبقى سوفت. لو كمان ما فيش نوع من العتنة في عملية القطف نفسها وسبتها تقع على الشجرة على الأرض سوري خلاص تبقى طيب تلف. خلينا نتفق مع حضرتك برضو الموضوع تاني يمكن بيزود الفاقد في الثمار بشكل كبير جدا، هو طريقة القطف نفسها. يعني أحيانا المزارع بتاعنا لما بيكون بيعتمد على عمالة غير مدربة أو مش يعني ذات خبرة، ده بيؤدي إلى فاقد كبير جدا في الثمار. ويمكن إحنا ضربنا بعض الأمثلة فيما قبل، يعني احيانا في تنظيف عنقود العنب مثلا، يعني اللي بيشيل عنبايه كده ويسيب فيها حته طريه ده على طول مدخل للفطريات. احيانا بعض يعني قطف الثمار مثلا المشمش تحديدا ده له صنايعيه بيلموه، اذا ما تلفتش الثمره كده بشكل رقيق وكويس يحصل فيها ثقب، يعني اي ثقب بيكون برضو مجال خصب جدا للامراض الفطريه انها تصيب الثمار بتاعتنا. اكيد كمان الموالح والرمان وفي حاجات كتير جدا محتاجه عنايه خاصه اثناء عمليات القطف. في بعض الخضروات ما ينفعش تتقطف الا عند القمع الاخضر بتاعها لازم يطلع منه جزء، الفراوله في عمليات الحصاد بتاعتها ما ينفعش تتمسك من الايد عشان ما تعملش بصمه، ولازم تتقطع من العنق وتترص بطريقه معينه. خلينا نعرف من حضرتك النهارده كمان، يعني واحنا بصدد الكلام عن الموالح، ما هي اهم الاخطاء الشائعه التي يرتكبها المزارعين في اثناء عمليات الحصاد والجمع؟ هو زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا اولا بالنسبه للحصاد في زي ما قلت لحضرتك لابد ان تكون الثمار قد وصلت الى درجه الصلاحيه للقطف. ودي برضه لازم اشير هنا ان انا بالنسبه للسوق المصريه بتاعتنا الثمار لازم تكون خدت درجه تلوين ونسبه سكريات واضحه، نسبه الحموضه تكون انخفضت الى الدرجه المقبوله بالمثل بالنسبه للتصدير. وبيهمني كمان انه لازم تكون نسبه العصير
يعني متوسطة. لما بنتكلم على العمالة النهارده يا فندم بيبقى بنتكلم ان احنا محتاجين عين خبير، اه ده رقم واحد. اه طب لا رقم اتنين بقى في عمليات الجمع نفسه. الحصاد بقى، هنبدأ الحصاد ممنوع منعا باتا بالنسبة للموالح. اللجوء لبعض طرق زي ما بنلاحظ في بعض الأحيان ممكن ناس بتهز الشجر، طبعا ده بيبقى كارثة وبيحطم الشجرة وبيؤذي الشجرة، والثمار اللي بتسقط على الأرض دي بتبقى، أنا هنا عملت دروب كبير في العمر التسويقي بتاع الثمرة بتاعتي. لو أنا ثمرة البرتقال مثلا ممكن تقعد شهرين في التخزين، في ده ممكن يخدمني في اثناء الشحن والتفريغ، وبعض المواني بتاخد موسم ممكن 10 15 يوم شهر لحد ما اوصل لحد صحيح. المنتج، يبقى هذه الثمره ما تاخدش 15 يوم. النقطه الثانيه الدروب، الجزء المكان لاصطدام الثمره بالارض ده بيبقى كارثه، ويبقى من السهل جدا انه يدخل منه بعد كده الكائنات او الفطريات الممرضه. فبالتالي ثمار الموالح المعدل للتصدير او اللي داخله اللي هتنتج للسوق المحلي لابد ان تخطف بمقص. المقص كمان في مقصات خاصه لقطف الموالح، مش اي مقص ينفع يقطف لي الثمره. المقصات التقليم احيانا ممكن تسبب خدش في القشره تحت عند الكتف، فده ممكن يبقى مدخل لدخول الفطريات. اتنين، المقص الموالح بيبقى مقص معين بيبقى مزود بصاموله في النقطه السفليه منه، دي بتحدد لي طول الجزء اللي هيترك من العنق. بمعنى ايه؟ انا عندي لو الكبسولة دي، لو انا شلت الكبسولة المكان الكبسولة هيبقى هو ده مواد سليلوزية، والسليلوز ده سكر بس سكر سكر ثلاثي، تخمر فطريات خلاص معروف فيحصل كده. تخمر، هو نفسه طري السوفت هيقدر يدخل منه الفطر بسهولة، صحيح يبقى هنا انا اوجدت مدخل للفطر يسبب لي تلف الثمرة، مظبوط. يبقى واحد. اتنين، الكبسولة بتبقى مصدر حماية، انما لو اخطات في ان انا العنق يبقى اطول من اللازم في جنب ثمره محطوطه في هيخدش الكرتونه الثمرة اللي جنبه، هيخدش الثمره اللي جنبه، مظبوط. فيبقى بالتالي لازم ابقى حريص وانا بجمع ان لا العنق ده يبقى في حدود الطول المطلوب اللي ما يسببش خدش للثمره ولا يترك يعني فراغ لبن. من 3 ل 5 مللي كفاية في العنق. هو بيحدده ارتفاع الكتف، اها لذلك انا باجي بالمقص ببقى فوق الثمره وباخد الخدش، الصاموله اللي بقول حضرتك عليها بتحدد بحيث ان الثمره اللي جنبه ما يحصلش خدش. النقطه الثانيه، بعض المزارعين يقول لك لا انا مش هاخد، انا مش هستخدم مقص وهطلع لك الكبسوله، مع احترام بيجي لافف الثمره ويطلع للثمره. اه الكبسوله عباره عن اتجاهين، الكبسوله اللي جايه من الساق طرف الساق اللي موجود، وفي مظبوط. بعض الكرابل اللي موجوده بقايا صحيح الزهره عامله لي زي الاوراق الخارجيه صغيره قوي كده، صحيح هو ده اللي بيقعد. فصحيح حجم الجزء المتروك، حجم الفراغ السليلوزي قل شويه بس في مساحته، ثقب، ما زال في لكن ثقب لسه. مازال مواد سليلوزيه سهل اختراقها، فبنقول له لا انت صحيح قللت المساحه لكن مازال في مساحه ممكن يحدث فيها الاصابه. فبالتالي بنقول لا، يجب انه تمام باستمرار يبقى المقص معايا بقطه في الثمار. النقطه الثانيه وجزء من الثمار العنق لازم بجزء يتقطع. من العنق، لما بقطه في الثمار بنقولها بعد كده لمحطه التعبئه لا لابد. هو انا قبل ما انتقل مع حضرتك لموضوع التعبئه التعبئه، لا انا عايز برضه لسه عايز اكمل معاك في موضوع الزراعه، لان موضوع الزراعه نفسه فيه مشكلات كتير. انا عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا، وحضرتك تلقي لي الضوء على اهميه التسميد المتوازن لتقليل الحصاد. بمعنى ان مثلا النهارده حاجه زي عنصر زي الكالسيوم اذا ما اهتمتش في التسميد بتاعه هطلع ثمره اصلا الشيلف تايمنج بتاعها قليل. هو حضرتك احنا في بعض العمليات البرنامج التسميدي ده دايما هيرجعنا للموالح، الفاقد في الاخر. ما انا قصدي بقول يعني لك البرنامج التسميدي في الموالح عموما بيبقى او في الزراعه ان جنرال، انا بالنسبه لي ما بحطش السماد في اي وقت ولاي هدف. السماد بيبقى مرتبط بالعمليات الحيويه اللي بتتم في النبات، فانا بدايه قبل العقد بيبقى في اسمده معينه بتساعد على الخروج الاوراق والتجديد، وبعدين نخش في عمليه الازهار، فبالتالي هذه المجموع العمليه الخضري وبعد هذه كده العمليه الازهار وبعد في كده هذا العقد. الوقت، هذه العمليات بتحتاج مركبات معينه هي اللي انا بدفع بيها في هذا الوقت، ويبقى على راسها الازوت والفوسفور.
جميل. نيجي نكمل بعد فترة، أنا ببدأ الثمرة بتاعتي بعد ما عقدت بتبدأ الخلايا تنقسم، فببدأ أتعامل مع الحاجات اللي بتزود من معدل انقسام الخلايا، وبعد كده هيبدأ الخلايا اللي انقسمت عايزة تمتلي وتزيد في الحجم، فبدي المعاملات اللي دايما بدفع كمية أزوت هنا برضه في نفس الوقت بتزود من حجم الخلايا. هنا بعد فترة يبدأ الخلايا تخش على النضج. الاستثمار لما بيدخلها ناحيه اكتمال النمو والنضج بتبقى حاجه ايه، بحاجه شديده الى إيه البوتاسيوم عشان بيحسن لي من عمليه التلوين، وبكمان الكالسيوم عشان ابدا يحسن لي من صلابه الثمار، لان صلابه الثمار مرهونه اللي هتنفعني بعد كده في عمليات اللي هتنفعني في عمليه النقل. اللي انا لو خدت ثمره سوفت يبقى معناها ان مش هتتحمل نقل، لكن لما ابقى واخد ثمره بصلابه معينه بجدر خلايا سليمه يبقى مش من السهل انها تهاجم بالفطريات. فاضافه الكالسيوم بتبقى معينه، وفي احيان كتيره بنضيف الكالسيوم في محاليل رش ما بنضيفهوش، لان معروف مشاكل التربه عندنا في مصر، التربه في مصر عندنا تربه كالسيه وكالسيوم، ومع هذا الكالسيوم بيكون في صوره غير متيسره. صحيح. فاحنا بنشتغل دايما على المتيسر من المركب ولا او من العنصر وليس النسبه اللي موجوده في التربه. فبالتالي بيبقى في عشان انا بهرب من حاجات انه يخش في النباتي في التربه بيتحول من زود الملوحه لا وبيتحول من ميسر الى غير او اللي يخش في تفاعلات، فبيبقى في اضافات في بعض الاسمده المغذيات اللي بيبقى فيها مجموعه متوازنه من العناصر المختلفه بتضاف بترتيب معين على بتحسن من صلابه الثمار. يعني اذا اللي هيوفر النهارده في التسميد الكلسي هيدفع لا لا طبعا في الاخر هو في الاخر هيبقى لوسز تايمينج او تاريخ تداول اقل في الاخر طبعا في الاخر هيبقى لوسز في الثمار. نرجع لموضوع برضو مهم جدا بقى، يعني احنا كده يمكن لمينا شويه موضوع الزراعه والحصاد، نتكلم بقى في عمليات النقل. وقبل ما الثمره تركب العربيه هي الاول بتتحط في اوعيه. ما هو احنا عندنا كارثه في مصر يمكن ما زالت موجوده في بعض القرى، وهي السبت الخوص ده، قفص الجريد ده بقى. الكارثه بتاعت زمان ده اللي معمول من جريد. لا هو 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 احنا لازم عشان نتكلم ونبقى موضوعيين في حاجتين. اولا الجزء الاولاني معظم محاصيل الفاكهه عندنا في مصر بتعبق في قفص جريد. احنا من احنا قفص ايه؟ قفص جريد اللي هو جريد النخيل. جريد النخيل بيتقسم، وفي عندنا قرى في مصر احنا بيبقى قائمه العماله بتاعتها لو اتجهت ناحيه بعض القرى في دمياط او في الدقهليه هنا في سوري في القليوبيه هنا في بنها، في مناطق كتير موجوده بيبقى بيستخدم الجريد نفسه في صناعه اقفاص الجريد. احنا اشتراطاتنا للعبوه بنقول العبوه لابد ان تحوي وتحمي وتبيع. احنا كجنرال وزاره الزراعه ومعهد بحوث البساتين مش ضد قفص الجريد، لكن اذا اضطررت لاستخدام قفص الجريد يبقى لابد ان اجهزه انه او اخليه يبقى قادر على حمايه الثمر. لكن في بعض القفص بنشوفها القفص مجرد ما بتحط الثمار فيه بينبعج يمين وشمال، او الثمار تبقى كانها فوق بعضها، لا دي طبعا بيؤدي الى تحطم نسبه كبيره من الثمار. وفي احيانا الجريد ده بيبقى خشن بسبب جروح في الثمر نفسها. دي نقطه. اذا استخدمت قفص جريد يبقى لابد حبطن بورق ما ياثرش على الكواليتي. يمكن في الموالح العمليه تبقى اخف شويه، لكنها كارثه في المحاصيل اللي بتؤكل على هذا المنى. يعني مثلا انا لما اشوف قفص جريد محطوط في ورق جرايد مثلا وحطيت فيه تفاح او مشمش، لا ده ما يصلحش تماما وممنوع تماما ان استخدم هذا الطريق. يبقى لابد ان استخدم اقفاص البلاستيك او بانت البلاستيك او صناديق البلاستيك، او استخدم وكل محصول له عبوات معينه لسبب، لان مثلا الموالح كمحصول يتحمل عمليه الاعداد الى حد ما. ما ينفعش القفص اللي هحط فيه برتقان احط فيه مشمش، لا اقفاص المشمش والخوخ والمحاصيل اللي بتبقى سريعة التلف بتبقى مش عميقه، بتبقى العمق بتاعها قليل بحيث ياخد طبقه او اتنين او ثلاثه بالكتير من الثمار. انما على اساس ان انا وفي نفس الوقت القفص او صندوق البلاستيك او لازم يكون مزود من التحت بزوايد بتاخد حمل الصندوق على الصندوق او حمل القفص على القفص. لكن الجزء اللي بنشوفه احنا مثلا ممكن يبقى حد معاه بفكرتين
كراتين عاديه ملهاش الزوائد التحميل، ويحط لي 10 15 كرتون على بعض في صلاصه في العربيه. تخيل ان ده عنب والكرتونه دي 10 كيلو، يبقى معناها ان اول عنقود عنب انا عندي حاطط عليه 150 كيلو جرام تحت فوق منه، فدي كارثه. لو انا في العربيه ماشيه في المطب وياخد مطب او يبقى ده اهدار للثروه بتاعتنا. يمكن في الموالح الى حد ما بتبقى الضرر اقل شويه، لكن احنا بنقول لابد ان العبوه تحوي، بمعنى ان يبقى كل صندوق او كل كرتونه فيها 5 كيلو حملهم على قاع الكرتونه نفسه او على قاعه الصندوق نفسها، يبقى بالتالي الثمره اللي تحت شايله الثمرتين الثلاثه اللي فوق منها، والثمره اللي في اخر صندوق برضه من فوق من تحت مش شايله غير الثمرتين اللي فوق منها. يبقى بالتالي انا وزعت التحميل وما اثرتش على الثمار اللي تحت وعملت فيها كدمات. جميل. يعني بنوصل مع حضرتك برضه، يعني طبعا كده احنا حطينا الثمره بتاعتنا في او الموالح بتاعتنا في البانت المخصوص ليها، وقلنا اذا حتى اضطرينا للصندوق اللي هو الجريد ده بنحط فيه ورقه جرانين، ونحاول برضو نعمل فيها مجموعه ثقوب عشان ندي مسافه للثمره انها تتنفس، لان برضو كتمه النبات هيرفع على برضو من درجه الحراره وهيؤدي الى سرعه التنفس وممكن تتلف. عايزين ننتقل بس مع حضرتك بقى لجزئيه ثانيه، يمكن احنا لمسناها في تقاريرنا او في برامجنا اللي كنا بنشوف فيها الموالح واستقبالها في محطات التجميع والتجهيز للتصدير. يعني مشكله الاكروسات النهارده من المشاكل والحشره القشريه، يعني المشاكل ديت النهارده انا بعتبرها فاقد، رغم ان الموالح دي مش هتترمي في الزباله صحيح وتنزل السوق المحلي، لكن اذا كنت انا بتكلم عن سلعه النهارده الهدف الاول منها هو التصدير، فانا هعتبر ان اي حاجه هتطلع من المحطه وتنزل السوق المحلي هي فاقد برضه. ازاي نقدر نقلل من الاصابات اللي بتخلينا نرفض دفعه للتصدير؟ هو طبعا اساتذتنا وزمايلنا في الاقسام الانتاجيه في برامج محدده وبيبقى في نظم مكافحه، والنهارده نظم المكافحه المتكامله يعني مغطيه الحمد لله كل مصر. في اذا استخدم هذا البرنامج بطريقه سليمه مش هنلاقي مشاكل الاكروس او الحشره القشريه موجوده على السمار، طالما انا بستخدم برنامج التسميدي مع برنامج المكافحه المتكامله بطريقه سليمه. المشكله بتبقى لو حد مثلا مهمل او بيتاخر في انه ينفذ البرنامج التسميدي في وقته المحدد، يبقى هنا دخل في انه يحدث مشاكل. هي المشكله الاخطر من الاكاروسات، الاكاروس بيسوى شكل لكن يمكن الثمره بتتباع زي ما قلت حضرتك في السوق المحلي وبتنزل، هي طبعا هتتباع باقتصاديات اقل لكنها هتنزل التسويق. لكن المشكله الاخطر هي ذبابه الفتح اللي هي بتعمل مجرد ما بتحط آلة البيض وآلة وضع البيض في الثمره يبقى حصل ثقب بيؤدي الى انه يحصل تشوه ولو خفيف، لكن احنا عارفين ان دوره حياه البيضه بتحتاج من 5 إلى 7 أيام عشان تطلع يرقة وجيل أول وجيل تاني، ثم بعد كده الجيل التالت اللي هو القادر على اختراق أنسجة الثمرة ويبدأ يستهلك جزء، ثم عشان يخرج إلى الخارج الثمرة بيبدأ يحدث فتحة في الثمرة. مجرد ما حدوث الفتحة اللي خرج منها الديدان أو اليرقات بيبقى دي مصدر لتعفن، فطريات التعفن أو الجراثيم الأخرى بتسبب مشاكل للثمرة، ده إذا حصل هذا في الحقل. لكن كمان المشكلة الأخطر إن هذا قد لا يحدث في الحقل، بنفاجئ إن في يرقة في آلة وضع بيض، البيض اتحط أو يرقات خفيفة صغيرة سوري في العمر، ثم نخش على محطة التعبئة نعبي هذا البرتقال. هذه مشكلة بالنسبة لي وبتحد من عمليات التصدير بتاعتي، لأني بضطر إن أنا أعمل معاملات حجرية للدولة المستوردة. المعاملات دي قد يكون لها أثر سيء على الثمار على المستوى الطويل ولذلك في اثناء الشحن، ولذلك انا هذه العمليات بيسبقها معاملات معينه لزياده قدره الثمار على تحمل عمليات التبريد اللي هي لازمه للحجر الزراعي. لكن في كل الاحوال ان المكافحه السليمه للكائنات الممرضه اثناء الانتاج واثناء الزراعه بالاضافه الى
التسميد المتوازن بيؤدي الى ان الثمره بتاعتي بتبقى جودتها عاليه وقدرتها على تحمل الكائنات الممرضه او الاثر السيء للكائنات الممرضه بيبقى بيكون اقل. يعني برضو حضرتك لفت النظر لموضوع مهم جدا انا عايز اتكلم فيه يمكن مع اخواننا المزارعين، موضوع ذبابه الفاكهه وقد ايه دي مشكله كبيره جدا. يعني هنطلع فاصل قصير ونرجع مره ثانيه عشان نشرح مع بعض كده موضوع ذبابه الفاكهه ده، وندي كده شويه تعليمات بسيطه يمكن لو اتبعناها ان شاء الله نرتاح من ذبابه الفاكهه تماما. فاصل ونواصل اعزائنا المشاهدين، تابعونا. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين، نستكمل معاكم موضوع يعني كيف نقلل من الفاقد في المحاصيل الزراعيه، وكنا بنتكلم تحديدا عن موضوع الموالح، ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم معاكم عن موضوع ذبابه الفاكهه لان احنا هنعتبرها احد اهم اسباب الفاقد في المحاصيل الزراعيه. احنا فعلا يعني تعبنا وشقينا وزرعنا ودفعنا في التسميد ودفعنا في المكافحه وفي الاخر عندنا ثمره بايظه في الاخر مش هتنفع اي حد وهتترمي، يعني اذا ده يعتبر من اهم مواضيع الفاقد. ذبابة الفاكهة تحديدا من الحاجات اللي ما ينفعش حد يكافحها لوحده ابدا، يعني عشان بس الناس اللي بتروح تشتكي وتقول احنا رحنا المحلات ورحنا جبنا المهندس وجبنا الجمعية الزراعية وقالوا لنا رشوا من الدواء الفلاني ولما رشينا منه ما فيش فايدة. ذبابة الفاكهة من الحاجات اللي يستحيل مقاومتها بشكل فردي ابدا، يعني لذلك انا باطلق دعوة يمكن اطلقتها كمان من كذا برنامج لهم علاقة بالزراعة، وقلنا ان لابد من تفعيل قانون يجبر كل المزارعين على موضوع المكافحة، ويمكن زمان ده كان موجود، يعني كان زمان الجمعية الزراعية بالامر كده لازم الناس ترش كلها الذبابة، لو انا رشيت النهاردة الذبابة وقاومتها وجاري ما رشش يعني كأن انا ما رشيتش ابدا. نفس الأزمة ونفس المشكلة. لذلك أنا بتوجه يعني طلب لوزارة الزراعة لعمل حملة قومية لأنهم يغيروا القوانين، لأنهم يفعلوا قوانين، لأنهم يخترعوا قانون جديد يجبر جميع المزارعين على مقاومة ذبابة الفاكهة، لأن هي فعلا كارثة كبيرة جدا 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 وبتسبب يمكن فاقد كبير جدا في موضوع ثمار الموالح وثمار الفاكهة بشكل عام، ويمكن كمان بعض الخضروات وبعض المحاصيل الأخرى. نكمل كلامنا مع ضيفنا العزيز دكتور محمود علي احمد رئيس قسم بحوث تداول الفاكهه، بنجدد التحيه بحضرتك يا فندم. الله يسلمك يا دكتور. يعني النهارده عايزين نتكلم برضو على موضوع تاني يمكن هو برضو احد اسباب الفاقد، وكون حضرتك يعني قبل الفاصل بتتكلم على موضوع التصدير. احيانا احنا بنرتكب بعض الاخطاء اللي ما بنشوفش اثارها بشكل مباشر، يعني ممكن لو حطينا مثلا الثمره بتاعتنا في قفص غلط على طول هتعمل علامه، على طول عارف ان في حاجه بايظه هنا هاخدها ارميها قبل ما ابعت للمصدر، لكن احيانا برتكب بعض الاخطاء ما بدفعش ثمنها الا والشحنه في البحر. يعني احيانا مثلا على سبيل المثال في موضوع الفراوله، موضوع ان الانسان يمسك الفراوله او يعمل عليها بصمه في ايده مش هتبان وهحطها في البانت وتمام والخبراء كلهم هتعدي عليهم زي الفل، بعد ما تركب المركب باسبوع تبتدي البصمه دي او الطبقه الشمعيه دي مجرد ما تزول يبتدي بقى الاصابات الفطريه والكوارث. ازاي نطبق ده على الموالح او على المحاصيل الاخرى؟ اكيد في اخطاء كتير بنرتكبها واحنا مش عارفين. هو زي ما قلت لحضرتك الموالح من المحاصيل اللي الى حد ما بنقول ممكن تتحمل عمليات تعبئة، انما المشكلة ان بالنسبة لي زي حضرتك لما اشرت الى الفراولة جزء كبير من الفراولة عندي بيشحن طيران، لكن انا معظم الموالح عشان تبقى اقتصادية او اذا ما كانتش السواد الاعظم من الموالح بيشحن بحري او اذا كان في كونتينرز بالنسبة لبعض الدول العربية، انما الرحلة طويلة يعني بتستغرق بعض الايام من 10 الى 15 يوم حسب الدوله اللي انا مصدر لها المنتج، فبالتالي لابد ان تكون الثمار في بحاله جيده عشان تتحمل هذه ده غير ال 10 ايام اللي هيتحطوا على الرف، يعني غير ال 10 ايام بقى اللي هيتعرض اللي هي فتره فيها التسويق كمان ده قصه اخرى بتتعرض على انها فريش يعني حاجه كمان طبعا هي فريش، لكن الشيلف لايف ولذلك حتى احنا برضه من نقطه اخرى في الخارج كل اجهزه العرض عباره عن ثلاجات صحيح بدرجات حراره من 18 ل 20 درجه مئوي، لكن احنا هنا هي دي النقطه، احنا عندنا يمكن بنلاقي فاقد والثمار، لكن هو بره كل ثمار الفاكهه بالنسبه
اجهزه او الاماكن التسويق بتبقى معروضه في ثلاجات عرض بدرجات حراره بتساعد على تحمل عمليه التسويق. طب حضرتك شايف في بعض الاخطاء هنا في تعبئه الكونتينر؟ احنا ما هو لا، بالنسبه للكونتينر انا دخلت في التعبئه، لا ما فيش مشكله بالنسبه للكونتينر كتعبئه، لكن المشاكل بتسبق عمليه التعبئه. يعني مثلا احنا عندنا اولا زي ما قلت لحضرتك النقل، عندنا عملية مهمة جدا في الثمار، بتختلف الثمار من حسب المنشأ، إذا كان الثمار دي جاية من منطقة صحراوية ولا جاية من منطقة زراعية زي الدلتا أو الوادي، فكل ثمار ليها طريقة معينة في المعاملة. الثمار اللي جاياني من مناطق جافة يبقى لازم لو أنا اضطريت أأخر هذه الثمار يوم أو الاثنين في عملية على بال ما تاخد دورها في عمليات الإعداد في المحطات، لابد أن تكون نسبة الرطوبة مظبوطة عند 80% عشان ما تعمليش جفاف للثمار ويعمل لي مشاكل. اذا كان انما بالعكس، اذا كان الثمار ده جاي من مناطق احيانا رطبه، انا ما بعملش المعامله دي وببقى مستريح من ناحيتها، لان بيبقى رطوبه الثمار اوريدي جايه فيها رطوبه معينه في القشره، لا ده انا ببقى محتاج الغدد الزيتيه اللي موجوده في القشره بتخفف شويه، فببقى سايبها على طبيعتها، فبيبقى طبيعه الانتاج او المكان اللي بنتج فيه بيتحكم في المعامله اللي انا هعملها. بعد كده بنخش الثمار على غسيل بدرجات معينه في المحطه، في اثناء الغسيل يبقى انا بغسل بايه، بيبقى براعي المحطات، عارفين الكلام ده كويس جدا، واحنا الحمد لله عندنا في مصر محطات حاصله على الشهادات معتمده وناجحه في عمليات التصدير. فبالتالي انا بيهمني الجزء اللي هو اثناء من الرحله دي في الشحن او التبريد، او يبقى ما تحصلش اختلالات بس في درجات الحراره، لان تذبذب درجات الحراره هو اللي هيؤدي الى ان يحصل فساد او الثمره تنشط ثم تضع انخفاض درجات الحراره كمان عن درجات حراره معينه، قد يحدث بعض الاضرار او لسعات البرد في الثمار، فدي بتبقى عمليه مطلوب الاعتناء بيها ومطلوب الاهتمام بيها، وخاصه احنا دلوقتي في وقت الجو فيه درجات الحراره منخفضه. يمكن احنا في الموالح ما بنحتاجش عمليه التبريد السريع او البري كولينج، انما بنحتاج ان لو انا بجمع الثمار دلوقتي في وقت الظهريه مثلا، ما بسيبش الثمار تحت الشمس مباشره في اثناء الجمع. لو انا بجمع والعماله بتاعتي بالذات في العماله اللي بتشتغل بالمناوله او العماله الموسميه، لا مش اللي هو في عماله بتبقى تشتغل حسابها بيتم بالكيلوغرامات مش يوم يعني، فبالتالي دي بتشتغل من بدري، فبالتالي لو انا في وقت رطوبه او ندى على الثمار يستحسن ما ينفعش، لان ده الرطوبه دي تراكمها على الثمار هيؤدي الى اتلافها وزياده نسبه الرطوبه حول الثمار، فدي بعض الحاجات الاخطاء اللي قد تكون غير ملحوظه في اثناء العمل لكن تؤدي الى اضرار بالغه في الثمره، وتراكمها جوه المخزن لحين انتظار يؤدي الى ان الثمره تبقى عمرها قصير قوي في اثناء عمليات الشحن. بالنسبه لمحطات التعبئه لها بروتوكول معين، فبالتالي كل الأساتذة الإخواننا المصدرين ومحطات التعبئة يعلموه جيدا، وهم يعني بسم الله ما شاء الله لديهم الخبرة وبيشتغلوا فيه كويس قوي. المشكلة احنا بالنسبة لي ان يبقى احنا بنحاول ندفع ونفتح أسواق أخرى، يمكن الاسواق الاخرى وبالذات زي ما قلت لحضرتك مشكله ذبابه الفاكهه هي اللي بتبقى لها بعض الاشتراطات بالنسبه لذبابه الفاكهه، من معاملات حجريه معينه لابد ان تجرى لضمان قتل الاطوار الحيه من ذبابه الفاكهه اللي موجوده جوه الثمره، ودي انا بكرر انها بتحتاج معاملات معينه قبل الشحن عشان اتاكد اني انا برفع من كفاءه الثمره وقدرتها على مكافحه او على تحمل عمليات التبريد اللي بنحصل، لان زي ما قلت لحضرتك المعامله الحجريه دي ما بتفرقش عندي من بين من من
اي نوع من المحصول. فبنيجي لو انا بعملها في مانجا او محصول مثلا زي المانجا مثلا زي ما بقول لحضرتك دي بتتعمل ما ينفعش اخزنها او احطها على درجه حراره اقل من 13. فبينما انا مطالب عشان اقتل الاطوار الحيه من ذبابه الفاكهه ان انا احطها 17 يوم على درجه 1.7. فبالتالي انا هنا في دروب وقد يؤدي الى حدوث تلف في الثمره نفسها، اضرار بروده بتحصل. الثمره بيسود اللحم وبتاخد القشره بتسود، وبالتالي تسويقيا هتبقى صفر، محدش بيشتريها. جميل. يعني انا عايز انتقل برضو مع حضرتك لموضوع يمكن انا عارف ان هو مش من صلب تخصص حضرتك، ولكن يعني اكيد حضرتك عندك برضو معلومه تقدر ترد بيها على استفسارات كتير جات لنا. يمكن زمان كان سمعه الموالح المصريه بتاعتنا رقم واحد، النهارده السمعه بتاعه المنتج، انا مش بتكلم على الاسواق ولا مشاكل التسويق، تراجعت هذه السمعه، وفي ناس ارجأت ده لاستخدام اصول مختلفه. يمكن لما كنا شغالين على اصل الرينج ما كانش عندنا اي مشكلات، لكن دلوقتي لما اشتغلنا بالاصول الجديده اصبح هناك بعض المشاكل والمواصفات التصديريه المتدنيه. هو لا، احنا ثمارنا المصريه عموما درجه حلاوتها وطعمها والكلام ده في الحمد لله، يعني سوقها جيد جدا ودرجه الكواليتي فيها او الجوده فيها عاليه جدا. يعني حضرتك اشرت الى نقطه، لكن في نقطه اخرى هاضطر ان اشير اليها. حضرتك اتكلمت عن الاصول، هو احنا لما كنا بنشتغل في مصر في الاراضي القديمه او ما يعرف بالنسبه لنا احنا بالوادي والدلتا، كان دايما الاعتماد الاصل الاساسي هو النارنج، وبالتالي كان شغال وكان في بينتج بحاله جيده. المشكلة حصلت لما بدأنا نعزو الأراضي الجديدة زي الأراضي الصحراوية والأراضي الرملية. النارنج يمكن درجة استجابته فيها أو نجاحه فيها مش زي اللي هو في الأراضي التينية. أحيانا برضو في بعض المشاكل في التربة نفسها بتؤدي إلى أن الأصل النارنج ما بيبقاش جيد، فبالتالي اضطررنا لأن في بعض الأصول اللي استوردت نتيجة لتحل هذه المشاكل. يعني إذن النهاردة عشان بنتكلم عن مواصفة تصديرية جيدة، يمكن احنا مضطرين احنا نلجا لبعض الاصول الجديده عشان ظروف التربه، وده الرد يعني احنا يعني وزاره الزراعه ما كانتش بتاذينا ولا حاجه لما نزلت اصول جديده. لا، واحنا مش بناذي حد، بس احنا بنحاول نحل مشاكل. وكمان احنا برضه في دراسات عندنا شغاله في المعهد، معهد بحوث البساتين، لحل مشكله بعض التدهور. خلينا نفتح بس الموضوع ده في فقره ثانيه لان الوقت للاسف جري بينا بسرعه. انا بشكر حضرتك جدا ضيف العزيز الدكتور محمود علي احمد رئيس قسم بحوث تداول الفاكهه، انا استمتعت بالفقره جدا. الله يخليك، وانا سعيد بوجودي مع حضرتك وشكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. اعزائي المشاهدين، يمكن الوقت جري بينا بسرعه وخلصت حلقتنا النهارده.